السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة مستجدات الوضع الميداني وأفاق عملية التحرير التي أطلقها الجيش الوطني مؤخرا في محافظة تعز. إذن مشاهدينا، خطوات متسارعة يخطوها الجيش الوطني في تعز نحو التحرير من سيطرة وحصار الميليشيا للمدينة. خلال اليومين الأخيرين تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق العديد من الانتصارات في مختلف الجبهات في المدينة والريف. تأتي هذه الانتصارات بعد تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية الذين أصبحا يخوضون المواجهات تحت غرفة عمليات موحدة، وهو الأمر الذي كان له أثرا إيجابيا على سير المواجهات ومكن قوات الجيش من إحراز التقدم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل دخلت تعز في مواجهة حاسمة مع الميليشيا؟ وما مدى قدرة قوات الجيش الوطني على مواصلة التقدم حتى تحرير المحافظة بالكامل؟ يسددون ضرباتهم استفسالا للدفاع عن محافظتهم، هكذا تبدو مشاهد المواجهات في الجبهة الشرقية من مدينة تعز. ارتفاع وتيرة القتال لا تعني سوى تهاوي معقل الميليشيات الانقلابية، فالخيار الوحيد هنا وكما يبدو تحرير المحافظة نهائيا. المعارك على جدها، ونحن برغم قلة الإمكانيات والدعم ولكننا عازمون على طرد الميليشيات من داخل مدينة تعز بالكامل، وإن شاء الله يعني نحرر المدينة بأكمله. من الواضح أن المدينة هي المفتتح لتخليص المحافظة من الميليشيات مهما بدت المعركة صعبة ومعقدة، خصوصا مع قلة الدعم وشحة الإمكانيات وضعف الإسناد الجوي من التحالف، كما أن صعوبة المعركة تزداد تعقيدات أيضا بانتشار كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع. لكن كل ذلك لم يمثل سوى مخاوف يمكن اجتيازها بالنسبة لأفراد الجيش والمقاومة الشعبية الذين قطعوا مسافات واسعة من الجبهة الشرقية وجرى تأمينها، لتبقى المسافة قصيرة بنظرهم إلى أهدافهم التالية: تبة سوفيتيل والقصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. وصلت جميعنا اليوم بحمد الله إلى مشارف وأعالي منطقة الجعشة والسلال. سنستمر في هجومنا، سنستمر في تقدمنا، سنستمر في دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية. الإسناد الجوي في فترات سابقة كان أفضل وكان أكثر، ونحن ننتظر الإسناد الجوي، ونظن أن إخواننا في قيادة التحالف لهم أولوياتهم ولهم دراساتهم، ومع ذلك نحن ننتظر أن يتدخل التحالف في التغطية ليقلل من الخسائر في الأرواح وليختصر المدة والزمن. تبدو المهمة شاقة في مشوار التحرير بالنسبة لهؤلاء المقاتلين، لكنها أيضا تبعث على الأمل من وسط هذه المشاهد الصعبة، خصوصا بعد كسبهم لجولات متتابعة من المعركة، وهي ما ستخلص المدينة والمحافظة عموما من الميليشيات الانقلابية. تتابع العمليات العسكرية وإحراز الجيش والمقاومة تقدما كبير يشكل مسارا آخر للخروج به المحافظة من لظى الحرب التي فرضتها الميليشيا. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الشرقية لمدينة تعز. لبدر نقاس انضم إلينا الآن من تعز الناطق باسم المجلس العسكري العقيد منصور الحساني. سيادة العقيد مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيادة العقيد، يعني لو تجمل لنا آخر التطورات الميدانية في جبهات القتال اليوم في تعز. أخي الكريم، اليوم الثالث والجيش الوطني يخوض معركة شرسة في أغلب الجبهات القتالية في محافظة تعز. نعم. حيث تمثل اليوم الجيش الوطني من الساعات الأولى من صباح اليوم من خوض معركة في الاتجاه الشمالي إضافة إلى الجهة الشرقية. نعم. واستطاع التقدم في الجبهة الشمالية وتحرير معظم المناطق التي تقع في الشمال في اتجاه فرزخ صنعاء والوصول إلى الفرزخ مرورا بمستشفى الحمد. واستطاع ايضا التحرك في اتجاه سلابه والسيطره على قريه سلابه القديمه والوصول الى اسوار معسكر الامن المركزي القوات الخاصه، والمعارك لا زالت الى هذه الساعه قديمه والاشتباكات قائمه والابطال يحاولون ومستمرون في الوصول الى
السيطرة على معسكر الأمن المركزي، وأيضا في الجهة الشرقي استمرارا بالمعارك اليومين الماضيين. الجيش الوطني اليوم يتقدم في اتجاه بازرعة ويسيطر على بعض المباني الهامة في بازرعة المطلة على القصر الجمهوري، وأيضا تقدم في اتجاه سبة الجعشة وسكر والوصول على أطرافها، والمعركة هنا شديدة جدا إلى هذه الساعة، وإن شاء الله يعني عازمون في استمرار المعركة والوصول إلى القصر الجمهوري بمشيئة الله أخي الكريم. نعم نعم سيادة العقيد، يعني العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني من الطبيعي أن تكون يعني بقرار من الحكومة الشرعية وقيادة الدولة. ما الذي قدمت في يعني ما الذي قدمته الدولة في إطار هذه العملية؟ أخي الكريم، نحن لدينا خطة تحرير تعز ويعني مسير عليها منذ الفترة السابقة، ونحن قسمنا هذه الخطة العامة إلى مراحل ونسير عبر يعني خطة المرحلة، ويعني ماضون في هذه الخطة، ونحن يعني ناقشناها مع الشرعية وناقشناها مع التحرك. نعم. والجميع مطلع ومشرف على هذه المعركة بشكل مباشر، والتنسيق قائم يعني على أعلى مستوى، والمعركة قائمة. سيادة العقيد، هل يمكن القول أن هذه سيادة العقيد هل يمكن القول أن هذه المرحلة تعد المرحلة الأخيرة؟ يعني في سبيل او في سياق الحسم. المرحلة الآن أخي الكريم في البحر. نعم. نعم تفضل. الآن نسير في المرحلة الثانية من الخطة العامة لتحرير تعز. المرحلة الأولى استخدمناها في فتح المنطقة الغربي وتأمينه، والآن نتحرك في اتجاه السيطرة على المناطق الشمالية ونحو فتح المنطقه الشرقي مشيئه الله عز وجل، والسيطره على اهم المواقع الاستراتيجيه التي تقصف المدنيين بشكل مستمر خلال الايام السابقه، والذي تسفك دماء الاطفال. نحن الان في المرحله الثانيه لايقاف نزيف الدماء التي تسيل في مدينه تعز، وهو يعني من يعني الاهداف الاولى التي خططنا لها. نحن بناء ابناء تعز عندنا هي اغلى ما من اي شيء عندنا، ونتحرك في اتجاه يعني ايقاف هذا النزيف المختلف في مدينه تعز الكريم. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيادة العقيد. سنشرك بالحديث معنا الان الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، مساء الخير. يا مساء النور اخي، واهلا بك وبضيفك الكريم العقيد الحساني. اهلا بك سيد عبد الهادي. يعني سنبدا معك، يعني عمليه عسكريه انطلقت في تعز وتقدم ملحوظ لقوات الجيش والمقاومه، هل لتنسيق الجهود بين المقاومه والجيش اثر على هذا التقدم الاخير في المعركه؟ اعتقد بالنسبه للتنسيق قد تم تجاوزه. العملية العسكرية اليوم باسم الجيش الوطني، المقاومة دمجت تماما في الجيش الوطني ككتائب، وهي الآن في أول عملية اختبار حقيقي لأنها تقاتل الآن كجيش، وهذه خطوة متقدمة. العمليات في تعز تدار باسم اللواء 22 ميكا واللواء 35 مدرع واللواء 170. نعم. هذه فيما يخص المدينة، وأيضا اللواء 17 في الجبهة الغربية والمحور الغربي. العملية الآن تدار بشكل عسكري صرف، قيادات ما كان يسمى بالمقاومة وبزرائل مختلفة أصبحت جزءا من الجيش. نعم. اليوم الجيش في تعز أمام اختبار حقيقي، حقق إنجازات على الأرض، هذه تحسب له. الجيش الآن هو الرافعة الرئيسية، لا الآن انتهت كل المخاوف من حكاية المجاميع المسلحة، من حكاية العناصر المنفلتة. أعتقد أن تعز الآن كمدينة أصبحت ضمن مسرح العمليات وهي تحت سيطرة الجيش، ونأمل أن يتعاون الجميع معهم لإنجاز مهمتهم كما قال العقيد، هم في المرحلة الثانية من التحرير. نعم. نعم سيد عبد الهادي، تكرم بالبقاء معنا. أيضا سنشرك العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. سيادة العميد، مساء الخير. يا مساء الخير، حياة الله. سيادة العميد، هل تسمعني؟ أحيي كل الأخوة الزملاء في قناة القيس، وأيضا أحيي كل المشاهدين. أهلا بك سيادة العميد. يعني لو تطلعنا عن آخر التطورات في الجبهات التي يقاتل فيها اللواء 35 مدرع في تعز.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة 35 والجيش الوطني بالكامل في سعد. نعم. يخوض معارك شرسة في كل جبهات القتال. المجموعة 35 يخوض اليوم معارك شرسة في مديرية قسطن. واستطعنا هذا اليوم إلى قبل المغرب تحرير عدة مناطق مهمة في أسفل، منها منطقة المينيا والحود والزنح وعدة مناطق تم تحريرها بالكامل حتى هذه الساعة. المعركة لا زالت مستمرة. في جبهة الحكوم وحيشان لورو هناك تدور معارك شرسة. سيطر الجيش الوطني من 35 على مواقع كثيرة كان يسيطر عليها العدو. أيضا في جبهة القروب تدار معارك في اليومين الماضيين، واستطعنا فيها تحقيق انتصارات كبيرة واستعادة بعض المناطق التدار والجدار اللي كان يسيطر عليها العدو أي الميليشيات الانقلابية. أيضا في الجبهة الشرقية من تعز والمضوين في إطار اللواء من كتائب أبو العباس خوضوا معارك كبيرة في داخل المدينة في الجبهة الشرقية سواء في سعدات أو في الجحنبية أو صالة وهذه المناطق، وكل الجيش الوطني مقاومة منضوية في إطار الوطني في تعز في كل الجبهات وتحققت كبيرة، وإن شاء الله موعد مع تحرير تعز إن شاء الله ولمن سافر. نعم سيادة العميد، يعني المعارك قائمة في تعز منذ فترة طويلة، ولكن المستجدات الأخيرة خلال اليومين الماضية، هل يمكن القول بأن ما يجري الآن هو في سياق قرار متخذ لتحرير تعز بالكامل وحسم المعركة؟ والله إحنا عاقدين الحظ أن نحرر تعز بالكامل، وخطط مسبقة موضوعة أو في الوقت الذي نحن فيه، وايضا القتل الازدياد من الميليشيات قتل الاحياء السكنيه قتل الاطفال قتل والميليشيات لا يمكن ان تختلف من محافظه حتى ولو كان في بعض التوقف الازدياد لظروف معينه في بعض الاحيان، لكن نحن عاقلين الحمد لله على تحرير تعز ان شاء الله. لكن سياده العميد، ماذا عن الامكانيات التي ستساهم في تنفيذ هذه الخطط؟ والله نقاتل بامكانيتنا المتوفره والمتاحه. نحن القضيه قضيتنا كبيره، قضيتنا عادله. هذه يعني تختصر امكانيات الاخرى، صح لدينا قصور كثير او هدف كبير في الامكانيات التي يحتاجها الجيش، يحتاجها المقاتلين في كل الجبهات، لكن زي ما قلت لك قدرت القضيه والقضيه التي نحملها هي تزرع فينا النص تجرح فينا الحاليه لتحقيق مثل الشام ان شاء الله. نعم، اذا يبدو ان هناك مشكله في الصوت وسماع العميد ركن عدنان الحمادي. اذا اشكرك سياده العميد قائد اللواء 35 مدرع، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. اعود بالسؤال لضيفي الاخر العقيد منصور الحساني. سياده العقيد، هل يمكن يعني او هل هناك دعم وامكانيات لمواصله هذه المعركه والتقدم الحاصل مؤخرا؟ أخي الكريم، نحن نخوض معركة مفتوحة منذ 20 شهرا لما توقف يوم من الأيام عن هذه المعركة. المعركة التي نخوضها في الأيام العادية هو معركة استنزاف للعدو، وهي تصب في اتجاه معركة التحرير والتحرك في اتجاه يعني السيطرة على مناطق جديدة. المعركة في تعز معركة مشتعلة، لم تتوقف لحظة واحدة ولا ساعة واحدة منذ بدأ هذا العدو الغاشم في احتلال الهجوم على مدينة تعز واعتداء على مدينة تعز. معركتنا مستمرة، وهذا نتاج شغل تراكمي عسكري بشكل يومي من العدو، نستنزفه ونقتل الكثير من عناصره، نحرق الكثير من معداته، وهي معركة هي تصب في معركة التحرير أيضا. اليوم نحن نقطف ثمرة استنزافنا للعدو منذ يعني شهور سابقة، وكل ما توفرت لدينا الإمكانيات المتاحة نتحرك في اتجاه تحرير المناطق والاراضي والمواقع الهامه التي خططنا لها في الخطه العسكريه للتحرير. ونحن ايضا كل ما توفر لدينا امكانيات في الجانب المجهود الجوي والامكانيات في الذخائر يعني بشكل كافي، نفتح المعركه هجوميه ونتحرك في اتجاه تحرير ما تبقى مدينه تعز. ولكن سيادة العقيد، كان يقال عن تعز أنها
يعني جبهة استنزاف للحوثيين خلال الفترة الماضية، ما الذي جعل الأمر يتحول وأنتم اليوم يعني تمسكون زمام المبادرة في حسم المعركة في المدينة؟ هناك كثير تغيرت من الموازين على الأرض أخي الكريم، بعد معركة طويلة شرسة مع العدو الجيش الوطني يحدث نقلة نوعية في أوساطه من ترتيب وتنظيم وتشكيل وهيكلة للآلية العسكرية. هناك خبرة اكتسبها مقاتلنا الجيش الوطني خلال السنتين، خبرة في القتال في فنون قتال الشوارع، في قتال المدن، في قتال الجدال، في حرب العصابة. نحن الحرب التي استمرت الشهور الماضية اكتسبتنا خبرة وفي المهارة التكتيكية ومهارة الفن القتالي. اليوم يعني هذا التحول هو ايضا بتحول الجيش الوطني من المقاومة العشوائية التطوعية الشعبية إلى جيش عسكري نظامي بهيكلة وبتكتيك وبقيادة عسكرية محنكة. نعم. هذا هو سبب تقدمنا، وأيضا كل ما توفرت لدينا إمكانيات نحن نتحرك ونحقق انتصار وتقدم. نعم، كيف وجدتم هذه المرة سيادة العقيد؟ سيادة العقيد، لو سألتك هنا عن دعم قوات التحالف، كيف وجدتم الإسناد في هذه العملية الأخيرة التي انطلقت؟ نحن في منسقين مع التحالف في كل معاركنا في كل الاتجاهات، في مناقشة الخطط وفي يعني دعم الجيش الوطني بالإمكانيات الذخائر وما يعني في حدودها، وأيضا في تنسيق المجهود الجوي المخصص في وزارة الجوية. لكن نحن أيضا نطمع بأنه في الأمن الشرعية والتحالف أن يخصصوا مجهود جوي خاص لمعركة تعز يكون تحت الطلب في أي لحظة، لأن اليوم المعركة شرسة وتطورات على الميدان والمواقف الطارئة تتغير في كل لحظة، ونحن بحاجة إلى مجهود جوي نتعامل مع الأسلحة الثقيلة للعدو الذي يمتلكها ويفوق الجيش الوطني بامتلاكها بسبب نهجه لهذه الميليشيات من الجيش والسلطه العسكريه. نحن لازم لنا نمتلك اسلحه بعيده المدى واسلحه ذات عيار ثقيله يمكن تتعامل مع اسلحه العدو الموجوده على بعد يعني اكثر من 15 كيلو. فنحن بحاجه الى مجهود دولي مخصص من التحالف، ونطمع من التحالف ان يخصص هذا المجهود في معركتنا هذه الايام وهذه الساعات، لاننا بحاجه الى التعامل مع اسلحه العدو التي تقصف المدنيين وتقتل الأطفال وتقتل الآمنين. بالأمس قصفوا جولة سكل ويعني 23 قتيل مدني، 30 جريح من المدنيين، بجزرة بشعة يعني ينده لها يعني العالم كله. فنحن بحاجة إلى مجهود جوي يتعامل مع الأسلحة الثقيلة المعادلة تضر بالمدنيين أخي الكريم. نعم، سيادة العقيد تكرم بالبقاء أيضا معنا، سنعود بالسؤال لعبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. يعني سيد عبد الهادي، هل نستطيع القول أن قرار الحسم الذي حدث مؤخرا في تعز جاء نتاج للضغوطات أو المحاولات التي أراد المجتمع الدولي فرضها على الشرعية وبالتالي لجأت إلى الجانب الميداني؟ أعتقد أن المسألة لها تأثير، لكنها ليست المحرك الأساس. معركة تعز وضعت لها خطة منظمة كانت تتكون من ثلاثة مراحل. كانت المرحلة الأولى اقتضت فك حالة القطيعة التي تجري بين جنوب المدينة وجنوب المحافظة وربطها بمحافظة عدن وما بين المدينة عن طريق فتح الضباب والتوسع باتجاه منطقة الربيعي والقطاع الساحلي. والمعركة الثانية هي تحرير الأجزاء الشرقية التي يتمترس فيها الحوثيين بقوة، وهذه المسألة أعد لها وخطط لها بشكل جيد. كان التحالف أيضا طرفا في مسألة المخطط وقيادة الجيش الوطني طرفا أساسيا. تعز اعتبرت منذ البداية معركة استنزاف، كانت هناك أكثر من 10 ألوية التي أخرجت من عدن وأيضا أخرجت من الضالع وأخرجت من لحد. هذه الألوية إضافة إلى الألوية السابقة تموعت في تعز جرت استنزافها على مدار عامين. كانت المقاومة تمارس بشكل طوعي وذاتي، اليوم العملية أكثر انضباط، هناك قيادة، هناك تحكم عملياتي، هناك إسناد كبير من التحالف قوا وإسنادا أيضا بالأسلحة والذخائر
نعم. أعتقد أن الحوثيين بدأوا في الفترة الأخيرة إلى محاولة كسر عظم الضغط باتجاه المدنيين، قصف عشوائي بمدافع الهوزار وخصوصا صواريخ التكيوشة من الحوبان، نعم، باتجاه المدينة بهدف الضغط باعتبار أن يطرحوا الجيش الوطني في مواجهة مع السكان. هذه العملية تقتضي أن يكون لدى الجيش كما قال العقيد قبل قليل أسلحة مداها تتجاوز 15 كيلو لإيقاف هذا القصف وإيقاف هذا أيضا العبث. أيضا محتاجين إسناد قوي مباشر من الطيران، وأيضا محتاجين إمكانيات مادية وبالذات في الجانب الطبي. لكن سيد عبد الهادي إلى أي مدى يمكن سيد عبد الهادي إلى أي مدى يمكن التعويل على معركة تعز في قلب الموازين في الأوراق السياسية أو الأوراق السياسية؟ تعز تعتبر عقدة المنشار في الأزمة أو في الحرب اليمنية الدائرة بحكم موقعها، بحكم الكثافة الإنسانية، بحكم المحافظات المحيطة بها، وهي خلا من محافظة الحديدة أيضا ومحافظة إب، وهي الخط الأول لتأمين المحافظة. لكن كان يجب أن يكون هناك نوعا من الدفع الكبير بالنسبة لمحافظة تعز، هي الكتلة السكانية الأكثر والتي لها تأثير على بقية الجبهات. أعتقد أن السلطة الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية وهيئة الأركان ونائب الرئيس والحكومة قررت حسم المسألة عسكريا والخروج من دائرة التفاوض. الحركة في كل الجبهات ابتداء من نيجي حتى صعدة الجوف مارب البيضاء وأيضا في حتى في محافظة شبوة لحسب ما تبقى منها. والعملية في تعز أكثر أهمية لارتباط هذا الممر الدولي أولا وأبعادها الإقليمية. وأعتقد أن تعز لو جرى مثلا في خلال أسبوع تحرير هذه المحافظة التي فيها جبهة طولها 350 كيلو متر تبدأ من الشريدة وتنتهي بباب المندر بشكلين نصف دائري، هذه المسافة ليست سهلة، هنا القتال فيها كبير، جبهة كبيرة جدا. مع الأسف يجري التعامل مع تعز على أن القتال في المدينة، في حين القتال يبدأ من مديرية حيثان المساخنة لمحافظة لحج، وينتهي القتال في مديرية الوزعية المساخنة لمحافظة لحج من أقصى الجنوب الغربي. العملية طويلة ممتدة على جبال الحبرية الشرقية والغربية، ممتدة أيضا باتجاه صبر شرقا وممتدة باتجاه مقبنة. يجب أن تعطى العملية أولوياتها ويتم إسناد الجيش أيضا. نعم، وضحت الصورة سيد عبد الهادي، ابقى معنا. سيد عبد الهادي ابقى معنا، أعود بسؤال أخير للعقيد منصور الحساني. يعني سيادة العقيد، أنت حدثتنا عن أن هذه هي المرحلة الثانية من يعني من خطة حسم المعركة في تعز، ما حدود هذه المرحلة؟ يعني هل نستطيع القول أن حدود هذه المرحلة ستنتهي بتأمين المناطق التي تم تحريرها أم أنها ما زالت مستمرة؟ يا أخي الكريم، الخطة العسكرية هي خطة واحدة، لكن نحن اضطرنا إلى تقسيمها من أجل ترتيب أوضاع المناطق التي تحرر أمنيا وترتيب أوضاعها في تطهيرها من إزالة الأشغال، من 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 ترتيب الجوانب الأخرى، وإلا هي معركة واحدة تنطلق إلى تحرير تعز، كل تعز إلى آخر نقطة جغرافية لتعز التي تؤمن المدينة من ضرب الأسلحة الثقيلة المعادية. نحن نتحرك في اتجاه تحرير تعز بكاملها، يعني إلى آخر شبر من حدود تعز الجغرافية، وانطلقنا يعني في المرحلة الأولى وانطلقنا المرحلة الثانية، ونحن لكن ما هي العوائق للحسم سيادة العقيد؟ سيادة العقيد، ما هي العوائق لتحرير المدينة كاملة؟ نعم سيادة العقيد، أنا كنت قد سألتك يعني ما هي العوائق لتحرير المدينة بشكل كامل؟ أمام يعني ربطنا والأحداث التي رسمناها لا يمكن أن يتك أمامنا أي عائق، لكن هناك بعض الأشياء التي تحتاجنا إلى أن نزيلها لتقليل الكلفة والخسائر، وهي أكبر عائق هي الأزغرام التي زرعتها هذه الميليشيات الانقلابية المجرمة، زرعت الأزغرام في البيوت في الشوارع في الخطوط، فجرت البيوت. الآن يعني نزلت عمارة 5 أدوار بها كاملها
وداخلها اعلاميين يعني يغطون العمليه القتاليه اعلاميا وقتلتهم جميعا. في امامنا عدو يعني متوحش لا يمتلك لا قيم ولا اخلاق وليس لديه هدف الا الموت وقتل الاخرين، اباده الناس، احراق الارض. نحن امام يعني عصابه يعني جبريه ليس لها هدف الا القتل والدمار فقط. هذا هو اكبر عائق امامنا، ايضا تخفيف الكلفه وتقليل الكلفه يعني في اوساط الجيش الوطني والمسؤولين من المقاومه الشعبيه، لكن نحن عازمون لن يقف امامنا اي عائق ولن يكون امامنا اي عائق في اتجاه تحرير تعز. كل تعز يعني وضحت الصورة سيادة العقيد. نعم وضحت الصورة سيادة العقيد منصور الحساني الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. نعود بسؤال أخير لسيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. سيد عبد الهادي، إذا ما انتصر يعني إذا ما انتصر الجيش الوطني في تعز، ما الأبعاد السياسية؟ يكون الجيش الوطني قد اتحد الورقة التي يراهن بها الانحلال من أنه يسيطر على المحافظات الشمالية وهو يسيطر على أهم منطقة هي التي أشعلت ثورة 11 من فبراير، وهي التي أيضا تشكل العمق السكاني وهي التي تعطي الجمهورية اليمنية الأهمية الاستراتيجية بحكم إشرافها على مضيق باب المندب. هذا أولا. وتلقى العامل الآخر أنه سوف يوقف مسألة ما كانت تتدفق من إمكانيات عن طريق السيطرة على السواحل الغربية من هذه المحافظة وهي أحد مناطق التهريب والدعم بالسلاح. هذا جانب. الجانب الآخر يعيد الشرعية بأنها صاحبة اليد الطولة وينهي مرحلة ابتزاز المفاوضات الذي مارسته جماعة الانقلاب طوال الفترة الماضية، يعزز صورة الجيش الوطني ويعيد ثقته بنفسه. بذكر الشرعية هنا سيد عبد الهادي، يعني ما هو المطلوب من السلطة الشرعية تجاه الجيش الوطني في تعز؟ الآن المطلوب هو الإسناد بالذات فيما يخص الجانب الفني الذخيرة بشكل عام. أسلحة تتجاوز مداها 15 كيلو، محتاج مدفعية، مدرعات، أيضا محتاج على الأقل راجمات للرد على مصادر النيران بصورة مباشرة التي تضرب من على بعد يزيد على 15 كيلو من منطقة المطار والحوبان. وأيضا مسألة الألغام والكاسحات، وأيضا مطلوب إسناد طبي، فريق طبي كامل، لأن هنالك إصابات في المدنيين يستخدم الحوثيين المدنيين يعني يستخدم المدنيين كورقة ضغط بأن يضاعف هذه الكلفة داخل منطقة. يجب أن لا تنسى الحكومة ولا ينسى التحالف ولا ينسى الجميع أن هذه المحافظة محاصرة تماما منذ عامين. نحن نتكلم عن منطقة أخضعت للحصار عامين كاملين، وبالتالي هناك حالة استنزاف، هناك حالة فقر، هناك حالة إحباط كانت جرت من طول المعارك. نحن مجتمع مطري والمجتمع المطري مجتمع قلق، وبالتالي وضحت الصورة. سيد عبد الهادي أشكرك، الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة ليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، وأيضا الشكر للعقيد منصور الحساني الناطق باسم قوات الجيش الوطني، والشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.